فهو فعلا كابتن. لا وهو عامل حاله جميله جدا من الجهاز الفني. وخلينا نقول كمان امبارح كان يوم انتصارات كبير، يعني امبارح شفنا فريق كره القدم 4-0 في اداء رائع كمان، وشفنا على فكره دي لقطات من المباراه، ده خلاص تقريبا المباراه ستنطلق. طيب خلينا نروح طبعا لارض الملعب، وهننقل لحضراتكم مباراه طبعا الثانيه لنادي الشمس ما بين نادي الشمس ونادي فيجن الاوغندي، نادي الشمس ونادي فيجن الاوغندي. هنروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن خالد ابو زينه، فالى هناك. كلميني على المباراه. لمباراة الشمس المصري ونادي فيجن الأوغندي، ما زالت النتيجة حتى الآن هدف لنادي الشمس في أول نقطة، وفيجن 1-1، وفيجن قدر إن هو يجيب نقطة ثانية من كورة بليس محطوطة. شايفين طبعا تشكيل فريق نادي الشمس، قدامنا سارة الأمين، عندنا سارة معوض قدامنا سنتر بلوك، بيلعب الكابتن هيثم رشاد المدير الفني للفريق، عالية هلال بتشوت كورة من مركز 4 في مركز 6 جيدة جدا، ما تقدرش اللاعبة رقم 1 ان هي تقدر تجيبها. شايف النهارده الكابتن هيثم بيلعب باسلوبه بطريقة تانية، بيدفع بالشباب، كورة ارسال بيتلعب، وكورة بتتشاط من اللاعبه رقم 11 ارين، وكره بتتسقط جيده جدا ورا حائط الصد اللاعبه رقم 8 زينه من الفريق الاوغندي. طبعا نتيجه 3 نادي الشمس 2 نادي فيجن. دعاء الغباشي ارسال قوي بيتلعب، استقبال طبعا مش موفق، الكره بتترفع بتتنزل كده لوب سهله، بترجع تاني وساره الامين بتشوت كرة قوية من مركز 4 بتيجي في ايد حائط الصد اللاعبة رقم 7 جوزيفين، وبتيجي خارج الملعب. 4 نادي الشمس 2 نادي فيجن. دعاء الغباشي ارسال من اعلى، وكرة بتستقبلها المستقبلة في نادي فيجن غلط، وبتبقى النتيجة 5 نادي الشمس 2 نادي فيجن. دعاء الغباشي ارسال قوي
استقبال طبعا مش موفق، الكوره بتترفع، ايرين بتشوط كوره، بيري بتجيبها بشكل جيد، وعليا بتشوط كوره قويه ولكن خارج الملعب. عليا طبعا لعبه متميزه جدا من لاعباتنا الشابات، بيدفع الكابتن هيثم هذا العام بمعده هانيا خالد وعليا هلال، لاعبات صغار السن زي ما شفنا امبارح النادي الاهلي ايضا بيدفع بثلاث لاعبين صغار السن، كوره بتترفع وساره الامين بتشوطها، وكوره بتترفع وما بين حائط الصد ساره معوض وعليا بتحطها اللاعبه الرقم 11 بريست ايديها في نص الملعب، ارسال قوي اللاعبه رقم 15 كابتن الفرقه مارجريت، وارسال في الشبكه. 6 نادي الشمس، 4 نادي فيجن، نهال جمال قدامنا ليبرو الفريق، وارسال مع ساره معوض، ارسال قوي، استقبال وكوره مرفوعه متشاطه جيده، بترجع تاني وعاليه بتحطها بريست ايديها، بترجع تاني الكوره، وماريا شايفينها بتحط الكوره، وساره الامين بترجع كوره قويه جدا من مركز 4، يعني الديفنس ما عملش فيها اي حاجه، بيعدل النتيجه زي ما شفنا اهي. ساره برافو عليكي، 7 نادي الشمس، 4 نادي فيجن، وكره متسقطه من معده الفريق في نص الملعب، المفروض يبقى في حركه اكتر من كده، يبقى في توقع للاعبات الشمس. كابتن هيثم رشاد ارسال باستقبال، وساره الامين بتشوط كره قويه من مركز 4 في مركز 1، وبليس بيتحط، بيرجع تاني نال، ورفع محطوطه جيده جدا من هانيا خالد بتشوطها عاليه هلال من مركز 2 في مركز 5، وبدايه التكنيكال تايم اوت الاول، 8 نادي الشمس، 5 نادي فيجن. بنشوف نادي الشمس اليوم بيدخل بعد شعار لا بديل عن الفوز بعد خساره امس امام الانابيب الكيني بثلاث اشواط مقابل لا شيء، بينما فيجن الاوغندي فاز على دي جي بي اس الانجولي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. بيدفع الكابتن هيثم رشاد بلاعبات صغار السن، بيحاول يجدد دماء الفريق ويقدر من خلال بدايه مشواره اليوم ان شاء الله ان هو يقدر يفوز ويحقق نتيجه جيده، علشان لا بديل عن الفوز اليوم وغدا ان شاء الله باذن الله، مباراتين مهمين جدا لنادي الشمس. عندنا طبعا شايفين قدامنا تشكيل نادي الشمس، اللعيبه بيري ديب ليبرو الفريق، ونهال جمال ليبرو ايضا، دعاء غباشي رقم 4، هانيا خالد اللي بتلعب في الملعب رقم 6، منى نادر رقم 7، مريم ثروت رقم 8، فرح رمزي رقم 10، وعليا رقم 18 قدامنا اهي بتلعب الارسال، استقبال، بتيجي الكره سهله بتطلع من دعاء، ويعني بليس جميل جدا من لاعبه هانيا خالد بتحطها كده في نص الملعب بشكل جميل. هانيا لعيبه من لاعبات 18 سنة لسه، هي وعالية وليهم مستقبل كبير داخل منتخب مصر طبعا وإن شاء الله نادي الشمس. إرسال في الشبكة، 6 نادي فيجن، 9 نادي الشمس. لعبة رقم 11 أرين هتلعب إرسال من أعلى، استقبال من ساره ورفعه وشوطه بتشوطها ساره، بترجع تاني ولكن الحكم بيقول ان هي ما جاتش في حائط الصد، مش عارف ازاي. سبعة نادي فيجن الشمس، نادي 9، استقبال وكره بتترفع جيده بتتشاط سريعه ولكن بترجع تاني، بتتصد الكوره، وساره بتسقط كوره جيده جدا
في نص الملعب. برافو عليك يا سارة. سارة أحمد الأمين لاعبة نادي الشمس ومنتخبنا المصري. سارة إرسال قوي، استقبال جيد ورفعة وكرة بتتشاط سريعة ولكن خارج الشبكة، خارج الملعب وبعيد عن الشبكة، أهي قدامنا من بعيد خالص خارج الملعب. 11 نادي الشمس 7 نادي فيجن. إرسال استقبال رفعة جيدة وكرة بتتشاط بقوة وحائط صد جيد، الكرة بتتشاط من مركز 6 بتطلع تاني، ودعاء الغباشي بتشوف كرة قوية بترجع من مركز 5 والمعدة بتحط كرة بليسنج في مركز 5 كده ما يبقاش فيها حركة، بتنزل في الملعب وبيعدل نتيجة نادي فيجن لـ8 فيجن الأوغندي 11 نادي الشمس. اللعبة رقم 5 ماريا، إرسال قوي، استقبال من نهال ورفعة بتيجي وكرة متعدية كده سهلة، وابتدوا يزقوا كور ورا وما فيش شايف لازم يبقى فيه حركة، شايفين اهو بلسات كتير جدا بيلعبوا لعب طبعا بيحاولوا اهو كور برضو فيرست بول كده بترجع وكرة بتشوطها دعاء يعني بتنزل في المركز ما بين 1 و6 بنقطة اهي قدامنا برست ايديها كده. 12 نادي الشمس نورهان، ارسال بتحطه في الشبكة نورهان، محتاجين نسحب بالارسالات. شفنا امبارح النادي الاهلي لما ضغط بالسيرف قدر ان هو يخلص المأمورية بنجاح. 19 بتلعب ارسال كرة بتترفع، دعاء بتشوت كرة قوية في مركز 1 طبعا قدرت ان هي تقرا دعاء الغباشي ان اللاعبه في الديفنس بتبقى مقدمه قدام قوي ومركز 1 بيبقى فاضي فابتدت تحط تاني كوره في نفس المكان. برافو عليك يا دعاء. هاني يا خالد على الارسال، ارسال من اعلى استقبال كوره بتيجي بتترفع وكوره بتتشاط بقوه بتطلع من ساره الامين، كرة بترجع تاني وانا شايف ان هو محتاجة ضغط منهم شوية، كرة بتتشاط من عالية، برافو عالية ورافعة ولكن بيحتسب على المعدة خطأ شخصي. دبل الكرة لفت في ايديها اهي زي ما شايفين حسبها عليها. 14 نادي الشمس 9 نادي فيجن وكرة بترجع بقوة بتيجي على حافة الشبكة ودعاء الغباشي بتجيب نقطة مباشرة فيها. 15 نادي الشمس 9 نادي فيجن. هان يا خالد ارسال من اعلى استقبال مش جيد وحائط صد من ساره معوض وعاليه جيد، بترجع تاني الكوره بتحطها بليسنج كده دعاء وابتدى اللعب يعني يبقى في جزء وعاليه هلال بتشوط كوره قويه من مركز 2 في مركز 1 وتاني. تكنيكال تايم اوت 16 نادي الشمس 9 نادي فيجن الاوغندي. شايف نادي الشمس النهارده بيلعب احسن شويه وفي ثقه اكتر شويه عن مباراه امس. مباراه امس كان برضو بيلعب بثقه ولكن بيجي في النقاط الاخرانيه لصغر سن الفريق وعدم خبرته ما بيقدرش ان هو يتواصل ويواكب ضغط كان الفريق الكيني. النهارده ان شاء الله باذن الله شايف الفرق كويس، شايف اللعيبه المفروض ان هم يلعبوا فولي اكتر من كده. اعتقد الكور البليسات اللي بتتحط في الملعب في نص الملعب او في اخر الملعب ما يدفعناش ان احنا نلعب زيهم، لازم يبقى في ضغط
من فريق نادي الشمس من بداية الشوط وما يلعبش بنفس الطريقة اللي بيلعب عليها نادي فيجن. أنا شايف برضو إن نادي الشمس مركز على جزء الضرب من مركز أربعة في أطراف الملعب. إرسال هانيا، تلعب الإرسال، استقبال بيرجع سهل، كرة بترجع عليها بتجيبها، ودعاء بتشوت كرة قوية، ديفنس بيطلع تترفع الكرة وتشوت كرة قوية، اللعيبة رقم 19 وحائط صد جيد من سارة معوض وعليا هلال، لعبة صغيرة السن بيدفع بيها نادي الشمس للخبرات، وإرسال قوي، ابتدت هانيا تتجرأ في السيرف، ابتدت تلعب إرسال صعب، برافو عليك يا هانيا. 17 نادي الشمس 9 نادي فيجن. شايفين دلوقتي قدامنا هانيا، ده خامس إرسال بيتلعب قوي وبنقطة. 19 نادي الشمس 9 نادي فيجن، وتغيير بيجريه الكابتن هيثم، بينزل اللاعبة يمنى عزة. يعني بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب، محطوطة سهلة يا يمنى، كانت ممكن تطلع بسهولة. إرسال من جوزيفين وكرة بتترفع، بتتحط بليس، ما ينفعش، لازم شوط عشان هترجع. اللاعبة رقم 15 مارجريت حطت كرة في نص الملعب بنقطة، ليه؟ أنا ما اديش مساحة، لازم من الأول أشوط وأضغط. أهو في مشكلة في التحرك داخل نادي الشمس. الكور اللي محطوطة متسقطة خلف حائط الصد، لازم يبقى التغطية بتاعتها جيدة عن كده. استقبال، كرة بتترفع وبتشوط دعاء، كرة في مركز ستة بتيجي في ايد الليبرو وبتطلع خارج الملعب. انجيلا ليبرو فريق فيجن، ارسال من دعاء، ارسال قوي، استقبال بيجي، كرة سهلة بترجع تاني سهلة، وكرة بتتشاط قوية جدا يعني من خلف المعدة، اللاعبة عالية اهي قدامنا هلال بتشوطها بقوة من مركز اتنين في مركز ستة، ولا حائط الصد قدر يعمل لها حاجة ولا الديفنس. وتايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي فيجن، 21 نادي الشمس 11 نادي فيجن الاوغندي. شايفين في ثقة شوية في اللاعبين، واضحة جدا جدا ما بين لاعبينا، في ثقة وتفاهم واضح جدا ما بين هانيا وما بين عليا، في أيضا ثقة في رفع الكورة في مركز أربعة لدعاء، قدرت إن هي تخلص أربع كور ورا بعض. هناك أسلوب لعب واضح في نادي الشمس. يبقى التوفيق ان شاء الله باذن الله. دعاء الغباشي ارسال قوي واستقبال بيجي ضعيف، يمكن نادي الشمس محتاج تدعيم من نص الملعب، لاعبته لازم تشارك اكتر من كده في الكور السريعه وتقدر ان هي تضرب، علشان ده مهم جدا جدا جدا. وكرة بتتشاط من مركز اتنين يعني بعيدة عن حائط الصد يمنى، وبتيجي في مركز خمسة.
مارجريت كابتن فريق نادي فيجن، ارسال قوي استقبال من دعاء وكره اهو لسه بنقول لازم يبقى فيه سريع، وكانها سمعانا ساره معوض بتشوت كوره قويه اهي من مركز ثلاثه في مركز اتنين. برافو عليك يا ساره، لازم يبقى فيه شغل من نص الملعب علشان السنتر البلوك نادي فيجن يقدر يقف، ما يبقاش فيه حركه اكتر من كده. وارسال قوي استقبال طبعا ضعيف وواضح من اللعيبه رقم اربعه فيفيان، ونقطه تفصلنا عن الشوط 24-12. استقبال ورافعه وضربه قويه بتجيبها دعاء، الكره بتترفع، يمنى بتحط كره سهله في منتصف الملعب وتنهي الشوط الاول 25-12. يعني شوط جيد من اداء لاعبينا، ابتدى يبقى في حركه، ابتدت تبقى رهبه الشوط تقل، ابتدت اللعيبه تخش في مود الشوط. طبعا شفنا كور كتيره قوي محطوطه بلسات ورا حائط الصد ابتدت تيجي في اخر الشوط، وابتدى يبقى في حركه. اكيد الكابتن هيثم قال لهم على الكلام ده، في تغطيه جيده وراء حائط الصد واضحه جدا. هناك بعض اللاعبات زي هانيا خالد لعبت حوالي ست ارسالات، جابت منهم خمسه متتاليين ورا بعض. دعاء ايضا عملت حوالي اربع ارسالات جيدين جدا. في بعض اللاعبات بتضغط بالسيرف لازم علشان خاطر الامور تبقى ماشيه. اعتقد ان الفرقه فرقه فيجن عندها مشكله في الاستقبال، تمركزها مش سليم، ما وقفوش صح في الاستقبال، ولازم نادي الشمس يضغط ويعرف ان ده نقطة الضعف اللي لازم يلعب عليها الكابتن هيثم. نادي فيجن دخوله يعني اليوم بعد فوز امس، طبعا اعتقد ان هو فوز غالي، ولكن ان شاء الله باذن الله نادي الشمس يقدر يحقق مفاجأة وفوز باذن الله اليوم. عندنا لاعبات مصابات داخل صفوف نادي الشمس، عندنا اللاعبه آية خالد سنتر بلوك منتخب مصر ونادي الشمس، وايضا بسنت حازم اصيبت ايضا الشهر اللي فات، يعني نتمنى لهم الشفاء العاجل، كانوا يفرقوا كتير جدا اللاعبتين. وكان العام الماضي طبعا كان هناك ندى معوض ونوره معوض وآية خالد، الفريق ده قدر ان هو ياخد مركز تاني بنجاح وبمجهود مديره الفني الكابتن نور عطيه وكل القائمين عليه. كان هناك تركيز واضح في تونس، وكان هناك يعني توفيق من الله واداء جيد جدا من لاعبيه، ولا نخفى طبعا يسرى عبد الكريم معده الفريق كانت ليها دور بارع جدا، ويعني في فوز الفريق بالمركز الثاني والميداليه الفضيه في تونس والبطوله الافريقيه العام الماضي. نتمنى هذا العام ان هو يقدر يدخل دور الثمانيه ويقدر يعمل مفاجات كما عودنا العام الماضي، من خلال عنده بكره مباراه مهمه جدا امام الفاب الكاميروني. شايفين هانيا وشايفين عاليا قدامنا اهو، في تفاهم مشترك جدا ما بينهم، شايفين في كور سريع بتترفع، شايفين ساره معوض بتجيب نقط. يعني اعتقد ان هو لو فضلوا ماشيين الكابتن هيثم على نفس طريقه اللعب دي اعتقد الامور هتبقى احسن بكتير. مفيش تغيير في فريق فيجن، وبرضه نادي الشمس مفيش تغيير الا اللاعبه ندى طارق نزلت مكان ساره معوض اهي، لاعبه بتلعب في مركز ثلاثه هي ونورهان عبد اللطيف. بيحاول طبعا الكابتن هيثم يشوف اوراقه كلها علشان عنده مباراة مهمة جدا غدا ان شاء الله.
على الإرسال. اللاعبة ويني، أكيد في توقف علشان الحكام بيقدروا إن هم يشوفوا التشكيل بتاع كلا الفريقين موجود ولا لأ. إرسال من أعلى، استقبال، وبتيجي كورة كده بتعدي، وكورة من نص الملعب، ده اللي أنا بتكلم فيه. ما تدوش مساحة إن هم يلعبوا عليكم من نص الملعب، عشان أنا شايف سنتر بلوك طويل اللي موجود. لعبة أرين رقم 13 شاطت كورة قوية على الإرسال، إرسال في الشبكة. لازم نضغط بالإرسال عشان ما يتعملش هجمة قوية منظمة، لازم الإرسال بتاعنا يبقى قوي ويبقى مفيش مساحة إن يتعمل هجمة منظمة. هانيا خالد، استقبال زي ما احنا شايفين كده. أيوة كده، طبعا الاستقبال غير موفق، مش هيقدر يتعمل منه هجمة. اتنين نادي الشمس، واحد نادي فيجن. ارسال مرة اخرى، الكرة بتيجي وبتتحط بسهولة جدا من دعاء الغباشي. تاني ارسال، شايفين ارسالاتنا لما بتبقى قوية ما بنقدرش نعمل هجوم ونجبر الخصم على اللعب بطريقتنا. استقبال، وكرة بتترفع، وكرة بتتشاط قوية من مركز اتنين في مركز واحد. لعبها الرقم 11 ارين، على فكرة 11 و13 اخوات، اتنين فيجن، تلاتة نادي الشمس. استقبال من دعاء، وكرة بتتشاط قوية من دعاء، الكرة اللي فاتت، وسارة بتجيب كرة جيدة من مركز واحد، وعالية بتشوط كرة ولكن بترجع، وبتشوطها اللاعبة نورهان عبد اللطيف. كرة كده بتيجي وبتنزل داخل الملعب، اهي بتجيلها، ايه سهلة، عدت ايديها نزلت داخل الملعب. اربعة نادي الشمس، اتنين نادي فيجن. ارسال قوي، بتيجي الكرة سهلة وبتتشاط وبترجع تاني سهلة، وسارة بتشوط كرة قوية في ايد اللاعبة الرقم 11 ايريني، وبتيجي داخل الملعب. خمسة نادي الشمس، اتنين نادي فيجن. ارسال قوي، استقبال جيد المرة دي، كرة سريعة زي ما احنا شايفين، اي كرة بتيجي مظبوطة بتديها للاعبة الرقم 13 ارين، بتحطها خارج الملعب المرة دي، اهي زي ما احنا شايفين. دعاء، وبيطلب المدير الفني للنادي فيجن تايم اوت. ستة نادي الشمس، اتنين نادي فيجن. شايفين طبعا عنده اللعيبه رقم 11 واللعيبه رقم 13 اطوالهم قويه جدا، عايز يستقبل اول ما الكره بتطلع، المعده على طول بتروح رفعها سريع بتحطها لا اما في الملعب لا اما بره، ولكن هو عايز يلعب سريع، لازم ما نديلوش مساحه. متوسط الاطوال عند نادي فيجن جيد شويه من نص الملعب على عندنا، محتاجين شويه تركيز علشان نقدر نواصل. دعاء الغباشي ارسالها من مركز خمسة، تلعب ارسال من خمسة في مركز خمسة، اللاعبة الرقم أربعة فيفيان ما تعرفش تستقبل الكرة وبتيجي نقطة مباشرة. ده تالت ارسال بتلعبه دعاء بنقط. ارسال، استقبال، ورفع، وفيفيان بتحط كرة في خمسة سهلة ورفع جيد، وسارة الأمين قدرت تحط كرة بريست ايديها كده من مركز أربعة في مركز واحد في ايد حائط الصد إيريني، وبيطلع خارج الملعب. وتمانية نادي الشمس، اتنين نادي فيجن، في مباراة جيدة من كلا الفريقين، ولكن نادي الشمس انا شايف ان هو
ضاغط بالارسال، يعني ارسالين هانيا وثلاث ارسالات لدعاء بنقط مباشره، خمس نقط جايين، وطبعا ضغط الارسال مدي مساحه جيده ان هو نادي فيجن ما يعرفش يلعب مع نادي الشمس ويبقى مضغوط دايما طوال اللقاء. في مشكلة واضحة جدا في استقبال فريق فيجن الأوغندي. نادي الشمس ضغط على هذه المشكلة بشكل جيد جدا. دعاء الغباشي رابع إرسال ليها بنقطة مباشرة. تسعة نادي الشمس، اتنين نادي فيجن. مهارة هجومية الإرسال بيستغله نادي الشمس صح، إرسال قوي ولكن خارج الملعب. معلش جابت أربع نقط بيه وضاع منها نقطة. معلش لعبة رقم 13 أرين إرسال يعني جنب سارة كده، ما كانتش متوقعة سارة الأمين إن الكرة تبقى داخل الملعب ولكن محطوطة فعلا داخل الملعب. أربعة فيجن خمسة وكرة أيضا ولكن الحكم بيقول إنها خارج الملعب. عشرة نادي الشمس، أربعة نادي فيجن. نورهان وبتلعب إرسال من أعلى، استقبال ورفعة وشوطة بتشوط قوية بتطلعها دعاء، وعالية بتشوط كورة أيضا قوية في مركز ستة بتطلع وبترجع كورة سهلة بتجيبها دعاء وبتترفع، وسارة الأمين بتشوط شوطة قوية بيروحوا في مكان الديفنس جيد جدا فريق فيجن، وكورة أيضا بتتشاط وبترجع وبتتحط بقوة، دعاء بتعليها ديفنس، وعالية حطت كورة بليسنج جيدة جدا بتطلع من الديفنس فريق فيجن خارج الملعب. اهو عالية حطت الكورة طلعت الكورة خارج الملعب. 11 نادي الشمس، 4 نادي فيجن. نورهان استقبال وكورة يعني جاية على حافة الشبكة كده ولكن نزلت في ملعب فيجن. 12 نادي الشمس، 4 نادي فيجن. نورهان 3 ارسال الكرة بتترفع وحائط صد جيد ما بين اللاعبة ندى طارق وسارة الأمين، بتشوط اللاعبة رقم 11 أرين ولكن ندى طارق قافلة قلب الملعب صح، برافو عليك يا ندى. نورهان ارسال قوي وخارج الملعب، معدل واضح جدا، ثلاث ارسالات الرابع بيضيع. ما ينفعش، لازم يبقى فيه تواصل ولازم يبقى فيه نفس اكتر من كده في الارسال عشان يقدر ان هو يكمل. تغيير اللعيبه رقم 9 بتدخل الملعب وريني، وبتخرج اللعيبه رقم 11 على الارسال اري ويني، شكلها متميز في الارسال. ارسال من اعلى، استقبال من دعاء غباشي، رفع وكوره قويه خلف المعده بتشوطها عاليه ولكن حائط الصد قافل كويس جدا جدا جدا. لعيبه رقم 19 واللعيبه رقم 7 جوزيفين قافلين الملعب كويس. عالية بتشوط كرة قوية بتطلع الكرة بترفع الكرة وتتحط بليس خارج الملعب. طبعا الأطوال بتدي مساحة ان هم يقفلوا قلب الملعب كويس، حائط الصد
لازم يبقى في سرعه وقوه اقوى من كده يا علي. علي هلال وارسال قوي، تستقبله الليبرو في مركز واحد، الكره بتتحط بليس وهانيا بتعدي كره سهله، ويني بترفع كره قويه وبتتشط كره اقوى ما بين مركز اربعه ومركز خمسه، اللعيبه الرقم سبعه جوزفين بقوه بتيجي ما بين بيري وساره، استقبال ساره مضيعه كورتين يعني في وقت مهم جدا ان احنا نلم الاستقبال، ارسال في الشبكه، ساعات ضغط المباريات ساعات الحاله المزاجيه للاعيبه ما بيبقاش جيد فبيبقى في بعض الاخطاء واضحه جدا، ولكن طبعا ده ما بيقللش من قدراتهم طبعا. الحكم حسب كوره دبل على المعده 16 نادي الشمس 8 نادي فيجن، وثاني تكنيكال تايم اوت، يعني اللقاء يعني جيد لكلا الفريقين. احنا شايفين طبعا نادي الشمس مركز النهارده كويس جدا في ارسالاته وفي ضغطه على الخصم، وبصراحه اللعيبه هانيا بتلعب باسلوب وسيستم جيد، قادره ان هي تمشي الملعب باسلوب ونظام جيد. حكم اول مابوكو الكاميروني، والحكم الثاني من دوله زيمبابوي، اعتقد ان كابتن نهاد بيقول للكابتن هيثم الضرب قطري اكتر، واضح في كلامه ان الكور بتتشاط زاويه فمحتاجين الديفنس يبقى قاعد مركز، مفيش عندهم خبره ان هم يضربوا في الخطوط. ساره الامين ارسال جيد، استقبال ورافعه، الكره بتتشاط من اللعيبه رقم سبعه وحائط صد جيد ما بين دعاء غباشي وندى طارق، بترجع الكره تاني ورافعه من هانيا، مفيش بينها وبين دعاء اتفاق قبلها. بتنزل اللعيبه منا نادر مكان ساره الامين على الارسال، اللعيبه رقم 19 من فريق ويجن الاوغندي، ارسال من اعلى، استقبال وكوره بتترفع وشوطه قويه من اللاعبه ندى طارق من مركز 2 في مركز 5، برافو عليك يا ندى، اهي شايطها بقوه وبسرعه. ندى لعيبه متميزه، ارسال واستقبال، كوره بتتحط كده بتيجي في ايد عاليه، ولكن الحكم بيقول ان هي من خارج العصايه، العصايه اللي موجوده دي ما ينفعش الكره تيجي من وراها، اهي لمساها، ارسال قوي، استقبال، الكره جايه سهله بتعدي الكوره، هانيا بتاخد ديفنس بتترفع، ودعاء بتشوت كوره قويه من اربعه في سته بتيجي سهله، بتطلع الكوره، ندى بتجيبها ونورهان بتعديها، لغايه دلوقتي مفيش هجمه منظمه، يلا بقى، وبرده الاتفاق ما بين هانيا ودعاء على الكور اللي هي الدبل دي اتفاق خاطئ، ما ينفعش ان انا اقفل الملعب. شايفين اللاعبه اريني، اللاعبه رقم 13 طويله وايديها فوق الشبكه، هتقدر تجي لها على طول، مسافه مش هتروح مش هتبقى طويله، قفل الملعب في الحالات اللي زي ده خطا شديد. ابتدت تفتح الملعب تاني، الكره ابتدت تتشاط، وحائط الصد اللاعبه الرقم 13 و11 اهو
قويه جدا قافله الملعب، هو ده اللي انا بتكلم فيه، لازم هي كمان تفتح الملعب كمان وتشوط من بره وما تقلقش اهي. لا اهو ده طبعا حل من الحلول اللي عملته دعاء، حطت الكرة بليس ورا حائط الصد عشان متوسط الاطوال عالي وواضح ان هم بينطوا وقافلين الملعب كويس. 19 نادي الشمس 11 نادي فيجن، تغييره اجراها المدير الفني فرح رمزي، نزلت مكان عاليه وارسال هانيا خارج الملعب. هانيا لعبت حوالي اربع ارسالات كانوا موفقين جدا، لازم كانت تكمل على الارسالات دي وتضغط في النقاط الاخيره دي، مهم جدا. ارسال قوي، استقبال، الكره بتتشاط من دعاء من مركز اتنين، بتيجي في ايد حائط الصد واللاعبه رقم 11 ما تعرفش تعمل لها حاجه ايرين اهي. دعاء شايطة كرة قوية من اتنين في اتنين، برافو يا دعاء. 20 الشمس 12 فيجن، استقبال وكرة بتيجي سهلة لنادي الشمس، بترجع تاني ورفعة سريعة قوية نورهان بتشوطها من مركز ثلاثة، برافو عليكي اهي، حطها برست ايديها كده. 21 12 تاني ارسال لدعاء بيجي سهل، كرة بتيجي في نص الملعب في حركة، دعاء بتحط الكرة من ستة والديفنس بتيجي في ايده ونقطة مباشرة اهي. دعاء حطت الكرة، لعبة رقم 11 اريني، 22 نادي الشمس 12 نادي فيجن، ارسال قوي من دعاء، استقبال وخارج الملعب، ابتدت تاخد ثقة في ارسالاتها. اللعيب لازم ياخد ثقة بالذات في مهارة الارسال عشان يعرف يضغط ويعرف يلعب من بداية الشوط. ارسال قوي، ابتدت تتقل، كرة بتيجي سهلة وكرة فرح رمزي بتحطها من مركز اتنين في مركز خمسة وشبكة على اللعيبة رقم اربعة، واضحة اهي اهي. طبعا 24 نادي الشمس 12 نادي فيجن، يمنى تلعب ارسال تغييره وكره بتتشاط وديفنس امبري وكره بتترفع ومنى نادر بتشوط كره قويه بتيجي في ايد حائط الصد، وبينتهي الشوط الثاني 25 12 زي الشوط الاولاني بالظبط 25 12. شايف نادي الشمس في الكابتن هيثم بيعمل تغييراته وبيحاول ان هو يشوف لعبته ضاغط بالارسال، لعب حوالي 8 ارسالات هذا الشوط، قدر يجيب بيهم نقط مباشره 7 ارسالات واضحين جدا عنده. اللعيبه طبعا بيري ونهال ليبرو الفريق فعلا واحده بتمتاز باستقبالها الجيد جدا والاخرى ديفنسها واستقبالها ايضا، عنده تغييرات قدر ان هو يغير ساره النهارده يعني كورتين كده، ولكن جابت ايضا حوالي اربع كور متشاطين من مركز اربعه في مركز واحد، حطيتهم برست ايديها كده بقوه، قدرت ان هي تعدل اللقاء. مفاتيح لعب نادي الشمس طبعا واضحه جدا، عنده لعيبه اربعات بيهتم بيهم اهتمام كبير، عنده عاليه ايضا هانيا مديالها مساحات كبيرة من الشوط، ولكن كان علامة من علامات استفهام قفل الملعب بكور دبل كده بتترفع ما بين
مركز 3 ومركز 4. اعتقد ان الكور دي مش هتبقى موفقه مع فرقه عندها اطوال، مش هتدي مساحه ان هي تدخل بسرعه او كده، فالبلوك بيقفل بيبقى شايف الكوره وقاريها بدري. ممكن الكور دي في كره الطائره رجال بتختلف ويبقى ليها وضعها، علشان طبعا الرجال السرعه عندهم مهمه جدا في الدخول، وقبل ما بيطلع الكوره من المعد اللعيب بيبقى في الهواء مستنيها وبيحطها لا اما في الزاويه لا اما في الخط على حسب ما يتراءى له. انا شايف ان الكابتن هيثم هيدفع بالمعده الاساسيه عنده مريم ثروت الصوت ده علشان تاخد ثقه ايضا في المباراه. شايف ان هو عمل تغييرات كثيره وعديده بيدي طبعا ثقه لعيبته، بيحاول يشوفهم اخبارهم النفسيه ايه. اللعيب بعد مباراه خساره بيبقى عنده يعني بيفقد بعض الثقه، مع الفوز فوز بيجيب فوز، الثقه بترجع تاني وبيبقى فيه يعني تفاؤل وامل ان شاء الله ان هم يكملوا يوصلوا باذن الله. فريق فيجن غير التغييرة بتاعته اللي هو كان منزلها المعدة التانية، نزل بالمعدة الأساسية، وزي ما قلنا مريم ثروت دفع بيها اهو معدة الفريق اللعبة رقم 8 علشان تقدر تاخد ثقة وتكمل استكمل اللقاء وثبت فرح رمزي مكان عليا هلال، وايضا ثبت منا نادر مكان ساره الامين. يعني تغييراته في نهايه الشوط هي هي ما عدا مريم ثروت مكان هانيا خالد. نورهان عبد اللطيف مريم لعيبه مجتهده، اعتقد ان الحكم بيكلم فرح رمزي عن التاخير في دخول الشوط علشان احنا شفنا فريق فيجن اول ما صفر دخلوا على طول الملعب، فبيكلم فرح رمزي يا كابتن الفرقه. ارسال مريم ثروت، ارسال من اعلى، استقبال، رفعه سريعه، كره بتتحط بليسنج بتطلع تاني وبتترفع، كورة بتتشاط وكورة قوية بتتحط لفرح رمزي بتتشاط في حائط الصد وفي اعتراض واضح بيقولوا ان هي ما جاتش في ايديهم ولكن هي جت في حائط الصد وخارج الملعب. واحد نادي الشمس لا شيء نادي فيجن. كابتن هيثم طبعا بعد الشوطين مستريح طبعا لازم. ماتش النهارده ماتش مهم جدا ليه. ارسال مريم قوي وبنقطه مباشره، ما تقدرش اللعيبه الرقم 11 ارين ان هي تعمل لها حاجه. ارسال مريم مميز، تاني كوره، ارسال جيد، استقبال، رفعه،
كرة بتعدي بسهولة سهلة، بترجع تاني بيري بتستقبل، وكرة بتتشاط من اللاعبة دعاء من منتصف الملعب، جيدة جدا اهي. مريم ثروت استقبال رفعة، الكرة بتتشاط قوية بتيجي في حضر الصد، ومريم بتطلعها، وكرة أيضا من فرح بترجع، ترجع سهلة وبترجع قدام فرح رمزي، وما تقدرش تعمل لها حاجة. واحد فيجن ثلاثة نادي الشمس. لعبة رقم سبعة جوزفين، استقبال دعاء، وفرح بتشوط كرة قوية بتيجي في ايد حائط الصد وبتنزل عندها تاني خطأ مباشر. ارسال من اعلى خارج الملعب. دعاء الغباشي ارسال قوي، ابتدت تتجرأ في الارسال، وحائط صد جيد، رفعه تاني، وكره بتتشد بقوه ما بين ايد حائط الصد فرح ونورهان، و ديفنس دعاء ما يعرفش يطلع الكره، محتاجه شويه ثقه عشان الكره تطلع عشان نقدر نستكمل. ارسال بيجي في الشبكه، خمسه نادي الشمس ثلاثه نادي فيجن الاوغندي. نورهان عبد اللطيف ارسال من اعلى، استقبال ورفعه وضربه قويه، وايد حائط الصد بعيده عن الشبكه بتيجي في ايديهم وبتطلع خارج الملعب زي ما احنا شايفين اهو. ندى ايديها مفتوحه، واستقبال من منا، كره بترجع طبعا، وابتدى يلعب فريق فيجن بكور سريعه. اللعيبه الرقم 8 زينه بتشوط كره قويه قدامنا اهي، يعني هو ده اللي انا اتكلمت فيه، كل ما الكره هتبقى سهله كل ما هترجع صعبه، لازم يبقى في ضغط من كده زي فرح الكره اللي شاطتها دي من 2 في 6 ما طلعتش، محتاجين ضغط على طول، ما ينفعش يبقى في تهاون. ارسال قوي لازم اهي، بص كرة بتيجي سهلة بتترفع سريع على طول، دعاء من 6 بتشوط شوطة قوية بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب اهو، كرة قوية انما هتقعد تعدي الكرة سهلة هتيجي صعبة جدا علينا، ورافعة خاطئة من معدة الفريق، و 8-5 لنادي الشمس، وبداية التكنيكال تايم اوت. 8-5 شفنا طبعا اترفع 3 كور فريق فيجن، اترفعوا سريع لما الارسال بقى سهل، في استقبال هيرفع سريع، والمعدة هتقعد تشكل الملعب بطريقتها، ترفع سريع او ترفع عالي او ترفع من 2، وهم عندهم اطوال جيد. هنضغط بالارسال، الاستقبال مش هيبقى جيد، الكرة هتيجي سهلة، هنقدر ان احنا نهاجم بقوة. عنده اكتر من لاعيبة زي ما احنا شايفين كده، الكرة دي فيها شك، و عنده لاعبات اهي، لما بتبص على البلوك
وتقدر ان هي تشوط. الكره السريعه هنا رايبه رقم 8 زينه، ودي الكره دي برده فيها شك من فرح. ارسال، استقبال، رفعه، كره سريعه جايه متسقطه في نص الملعب، بتترفع لدعاء في مركز 6 بتشوطها في ايد اللاعبه الرقم 11 اريني وخارج الملعب. حلول، حلول نقطة. تاني كرة بتشوطها دعاء بنفس الطريقة. وكرة قوية من ندى طارق، ديفنس بيطلع بيرجعها تاني، تترفع كرة تانية لمنة نادر، بتتشاط وبترجع تاني، واللاعبة رقم 15 مارجريت بتحطها في الشبكة. 10 نادي الشمس، 5 نادي فيجن. فرح رمزي، ارسال قوي خارج الملعب. لسه بنقول ما ينفعش نضيع ارسالات كده بسهولة. تغييرة، لعبة رقم 11 بتطلع ارين، بتنزل لعبة رقم 9 ويني. طبعا لعبة ارسالها شفناه جيد في الشوط الثاني اهو، ارسال جيد، استقبال من نهال، كرة بتترفع ومن نادر بتسقط كرة سهلة، بترجع تاني طلعها دعاء، ومنها بتشوط كرة قوية، بترجع تاني تستقبل ورافعة، وكرة بتتشاط في نص الملعب، وندى طارق بتعدي كرة سهلة وكرة سريعة بتتشاط، ولكن حاطط صد جيد، وبتنهي النقطة اللاعبة ندى طارق من حائط صد جيد اهو. لعبة حطت الكرة بليس خارج الملعب. منا نادر، ارسال قوي، استقبال جاي سهله الكوره بتطلع، وكوره من ندى طارق قويه تو من خلف حائط الصد، وكوره بتشوطها قويه دعاء، والديفنس بيطلعها بشكل خاطئ ما يعرفش يعمل فيها حاجه. 12 نادي الشمس اهي، هي دي اللي انا بتكلم عليها، دي محتاجه سرعه. لما دخل الدعاء بسرعه ومريم رفعتها لها، قدرت ان هي تخلصها بسرعه. ارسال قوي، وكوره بتتحط بليسنج، ورفعه في مركز 1 بتحطها فرح رمزي من مركز 1 في 6 بريست ايديها بنقطه اهي. برافو عليك يا فرح، لعبة متميزة. شايف ان يعني تايم اوت بيطلبه المدير الفني لنادي فيجن الاوغندي، وشايف ان في تفاهم في الفريق، وابتدى يبقى فيه روح جيدة واضحة جدا النهاردة، واضحة على الفريق بعد فوز ومكسب. في أمل وفي تركيز وفي تطبيق للحاجات اللي هي أكيد بيقولها الكابتن هيثم. 13 نادي الشمس، 6 نادي فيجن الأوغندي. إرسال، استقبال، كرة جاية، حط كرة سريع كده ما بين مركز 3 و 4، بتتشاط و بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب. فيفيان، ارسال قوي، نهال بتستقبل، كرة قوية بتشوطها ندى طارق، بترجع تاني وكرة بتحطها سريعة دعاء الغباشي، بتشوطها بقوة من مركز 3 في مركز 1. أعتقد ده اتفاق ما بين الكابتن هيثم رشاد
على ان دعاء تاخد الكور السريعه دي من نص الملعب. كره قويه بتتشاط من مركز الاربعه اللعيبه رقم 15 مارجريت في مركز خمسه ما بين حائط الصد. لعبه رقم 8 زينه ارسال استقبال كوره قويه بتحطها دعاء من نصف الملعب بتشاط اهي ولكن الحكم بيقول ان هي تاتش في ايد الديفنس. مريم ثروت ارسال قوي كره بتترفع سريعه بتتشاط من زينة وترجع تاني ودعاء بتحط كورة برست ايديها في مركز 6 و16 نادي الشمس 8 نادي فيجن وتاني وقت مستقطع لصالح فريق نادي الشمس. شايف دعاء بتشوط من نص الملعب كتير وشايف في شغل من نص الملعب برضو كتير ولكن ده مع الفرق اللي هتبقى عندها حد عنده مهارة جيدة من نص الملعب الكور دي مش هتمشي. لازم يفتح على الأطراف ولازم يبقى فيه سريع حد داخل كورة سريع صريع لا اما مفتوحه شويه عن المعده لا اما كلوز مقفوله على المعده. اهم حاجه حد سريع وحد من الاطراف انما قفل الملعب بالشكل ده ما اعتقدش ان هو هيبقى ليه جدوى في الفرق اللي هي ليها مستوى في سناتر البلوكات. مريم ثروت على الارسال 4 ارسالات لغايه دلوقتي في لفتين ارسال كرة بتيجي سهلة بتستقبل الكرة ودعاء أيضا من نص الملعب قامت بدور السريع وكرة بتتحط قوية وفرح رمزي بتشوت كرة في إيد حائط الصد وبترجع تاني تترفع الكرة بتتحط في مركز 6 وكرة بترفعها مريم ثروت من نص الملعب بتتشوط من 3 في 1 من دعاء الغباشي اهي. ده دليل لو في سنتر بلوك قوي ليه مهام هجوميه داخل نادي الشمس الوضع هيختلف كل الاختلاف. اكتر من 5 كور شاطتهم دعاء الغباشي من مركز 3 سريع واضحين جدا. ارسال مريم ثروت كرة بتترفع بتيجي في ايد اللاعبة وخارج الملعب. تغييرة طبعا اجراها كابتن هيثم دفع بيمنى عزت ارسال قوي من مريم ابتدت تاخد الثقة ارسال مع ارسال كانت الاول بتأمن ابتدينا نلعب لعب مش بتاعنا نعدي الكرة سهلة ليه ما نلعب 3 لعبات هتيجي علينا برضو بشكل صعب. ده اللي احنا اتكلمنا فيه مستوى الفرقه لما بيقل ما يدفعناش ان احنا نروح وراهم لازم يبقى عندنا مستوى ثابت ما نقلش عنه. تايم اوت بيجري المدير الفني لنادي فيجن الاوغندي من كوره فرح رمزي حطتها بلوك كانت مشتركة كده ما بينها وما بين اللعبة رقم 15 مارجريت دفع حلول إنما دي مش هتبقى طريقة لعبه أعتقد في المباريات اللي جاية عشان هيلاقي سناتر بلوكات على مستوى عالي ومش هتقدر ان هي تعدي منهم بالسهوله دي.
مريم ثروت ارسال قوي، استقبال بيجي، كرة بتترفع من أربعة بتتحط واضحة أهي. ده اللي أنا اتكلمت فيه. دعاء ما بتلعبش في مركز ثلاثة، كرة اتحطت في إيديها ونزلت في نص الملعب. لعبة رقم سبعة إرسال قوي، جوزيفين ونورهان بتشوت كرة قوية، بترجع تاني الكورة ورفعة قوية من دعاء بتشوطها خارج الملعب. دعاء من مركز اتنين، على الرغم من ان الكورة كانت جيدة جدا من مريم. عشرة فيجن الاوغندي، 19 نادي الشمس. جوزفين على الارسال وكورة بتقع من نهال جمال، كرة كانت بينها وبين يمنى عزت. 11 فيجن 19 نادي الشمس، ارسال قوي خارج الملعب. 20 نادي الشمس 11 نادي فيجن الاوغندي، دعاء الغباشي على الارسال، استقبال جاي، كرة سهلة بترجع تاني ومريم بترفع كورة جيدة في مركز اتنين لفرح رمزي، بتشوطها في مركز واحد. واللاعبة رقم 15 مارجريت بتحط كورة قوية من مركز اربعة في مركز ما بين واحد وستة، برست ايديها في فارق واضح جدا في حائط الصد ما بين لاعبة الطرف والسنتر بلوك. اجرى المدير الفني كابتن هيثم تغيير، طلع دعاء ونزل يمنى، استقبالها جيد، كرة بتتشاط، ديفنس جيد من مريم، بتترفع كرة، يمنى بتحط كرة بليسنج بايديها الاثنين، ترجع الكرة سهلة ورافعة من ورا نورهان، بتحطها بسهولة وابتدى اللعب ياخد طابع مختلف. كرة من هنا وكرة من هنا، محتاجة، هو ده اللي أنا اتكلمت فيه، مستوى أداء الفريق لما بيبقى قليل عن الفرقة اللي جاية تلعب بقوة بياخد المستوى بتاعه يقل شوية، ده غلط. ده لازم يبقى بمستوى ثابت، ولازم أنا أضغط، ولازم ما أديش مساحات اللي يتعمل عليا كور بلسات كتير او ضرب من اربعة في اربعة. ارسال قوي، كرة قوية بتتشاط من اللاعبة رقم 11 ارين في ايد حائط الصد يمنى عزت وخارج الملعب. 13 فيجن 21 الشمس. قدامنا ايه؟ ارسال قوي، استقبال ورفعة من فرح رمزي، بتشوت كورة جيدة كابتن فريق نادي الشمس من مركز اتنين في مركز ستة. 22 نادي الشمس 13 نادي فيجن. فرح رمزي على الارسال، ارسال قوي، استقبال، كورة بتيجي وبتشوت يمنى، كورة جميلة وكورة بتترفع سريعة. اللاعبة زينة رقم 8 من فريق فيجن بتشوت كرة سريعة جيدة من مركز ثلاثة في مركز واحد، بعيدة عن ايد حائط الصد ندى طارق. ارسال قوي واستقبال يمنى، المفروض يبقى اقوى من كده. يمنى اصلا لاعبة كانت ليبرو في منتخب مصر للناشئات، المفروض اللي استقبالها ودفنسها يبقى اعلى من كده بكتير. ارسال ايضا من ويني وخارج الملعب. 23 نادي الشمس 15 نادي فيجن. يمنى عزت، استقبال جيد،
كرة مرفوعة سريع وبتتحط في ايد اللاعبة الرقم 6 هانيا خالد وخارج الملعب. تغييرة اجراها الكابتن هيثم. استقبال هانيا بترفع كورة مدى طارق بتعدي وابتدى يتحط كورة من زينة سهلة لعيبة فيجن في نص الملعب. علشان احنا اتكلمنا ما ينفعش الفوت وورك عندنا مش مقفلين، لازم كل لعيب يعرف مهامه ويدخل الملعب ويقدر يلعب على مهامه. اهو ابتدت تتوالى الاخطاء، اعتقد الكابتن هيثم لازم هيطلب تايم اوت علشان يبتدي يلملم اوراق الفرقه ويقدر يخلص النقطتين دولت بسلام وينهي الشوط. مش محتاجه اي يعني مبررات او محتاجه اي كلام يخرجنا عن الشوط ده، يعني مباراه المفروض ان هي تخلص 3-0 وكان ماشي كويس لازم ينهيها كويس. ده انا شايف بسبب التغييرات، تغييرات كتيره جدا في الماتش، يعني الدنيا لازم كان يبقى فيه ضغط اكتر من كده. ارسال لعبة رقم 4 استقبال من نهال وبترجع تاني وكرة بتتشاط ولازم يرجع بدعاء مكان يمنى. اهي نفس التغييرة اللي انا بتكلم فيها لسه، يمنى لعبة ليبرو ما تطلعش حائط صد، الكرة متشاطة من عندها، دعاء هي اللي هتعرف تمسك كرة زي دي. اتأخرنا فيها ليه؟ التغييرة. وكرة معادة. لعبة رقم 4 فيفيان. ادى مساحة ان هم يطلعوا للنقطة 19. احنا شفنا الشوط الأول والثاني 25-12 25-12. ده من الضغط، دعاء بتستقبل رفع من هانيا وكرة بتتحط قوية من دعاء بتطلع في ايد الديفنس وخارج الملعب. 24 نادي الشمس 19 نادي فيجن. المباريات اللي زي دي ما بيبقاش فيها محتاجة ان احنا نلعب غير بطريقة واحدة، ضغط من اول الملعب وكرة بتتشاط زي ما شفنا. ارسال سهل، كرة اتشاطت من منتصف الملعب لعبة رقم 15 بتحطها بريست ايديها لعبة رقم 7 جوزفين. وارسال قوي وينتهي اللقاء 25-20 لصالح نادي الشمس. بنقول الف مبروك لنادي الشمس فوزه الأول على نادي فيجن الأوغندي، ونتمنى له التوفيق غدا إن شاء الله بإذن الله في مباراة قوية أمام نادي الفاب الكاميروني. مشاهدينا بشكركم، كان معكم أسامة أبو زينة، شكرا وإلى اللقاء. the middle of the